يا ابواب يا رب يا رب الارباب يا الله يا من ليس على بابه بواب يا من ليس له راشي فيرشى ولا شاكي فيشكى الفقراء خلف الباب المساكين خلف الباب الذكارى خلف الباب اليتامى خلف الباب المطرودين خلف الباب التائبون خلف الباب إلهي أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائل والمحروم افتح لنا الأبواب افتح لنا الأبواب هيا لنا الأسباب يا رب الأرباب افتح لنا الأبواب لا تحرمنا من الجوع والجماعات يا الله لا تحرمنا من أداء الصلوات يا الله تبنا إليك يا الله رجعنا إليك يا الله ندمنا على ما فعلنا أجبنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله تبنا إلى الله رجعنا إلى الله سئمنا الصلاة في البيوت لا نريد أن نصلي في البيوت نريد أن نصلي في بيتك عجزنا الصلاة في المساكن وفي الرحال وفي المنازل نريد أن نصلي في بيتك فالمساجد بيوت المتقين اللهم ارزقنا القناعة وحببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة يا الله اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والخيبة بعد الرجاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء اغفر لنا الذنوب التي تمنع الدعاء يا من ذكره شفاء وطاعته دواء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون وأمره بين الكاف والنون وإذا أراد أن يقول شيئا كن فيكون ردنا إلى المساجد ردا جميلا يا الله ردنا إلى الجوامع ردا جميلا يا الله نتوسل إليك يا اللهم يا رب طالت علينا يا الله اللهم اكشف عنا هذا البلاء واكشف عنا هذا الداء واكشف عنا هذا البلاء تصيب به من تشاء وتصيبه عن من تشاء اصرفه عن بلاد المسلمين يا الله نتوسل اليك يا الله اكفناه بما شئت وكيف شئت يا الله احفظنا بعينك التي لا تنام واكتفنا بركنك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي مراك على عرشك ان تكفينا شر هذا الوباء وشر هذا الداء يا لطيف الصنع يا من كلما ذهب الامر جرى ما ذهب يا غياث المستغيثين ويا ماضي الامر اذا ما حكم فرج الكرب الذي حل بنا انها الكرب علينا عظمى واستجب لنا يا الهي دعواتنا انت ربنا وانت رحيم الرحماء اللهم اصلح لنا بالنا واحوالنا وشؤوننا كلها واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ونجنا مما قد نزل بنا يا ارحم الراحمين يا محول الحول والاحوال حول حالنا والمسلمين الى احسن حال حول حالنا والمسلمين الى احسن حال اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره وإليه يرجع الأمر كله يا الله.
عليك العسير يسير، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. يا رب عجز الطبيب فداونا، كثر الفساد فرجنا. أنت العليم بما حل بأرضنا، أنت العليم بما نزل بساحتنا. فك لنا الأبواب يا رب الأرباب، هيئ لنا الأسباب يا الله، بجاه محمد سيد الأحباب. يا عزيز ويا وهاب، يا أكرم الأكرمين، يا رب البيت والحرم ومكة وزمزم، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارفع الوباء والبلاء والداء عن المسجدين الشريفين العظيمين في مكة والمدينة، ورد إليه الطائفين والقائمين والركع السجود. اللهم يا رب يا الله، يا من أنت الله، يا من سميت نفسك رحمانا رحيما، يا من سميت نفسك عظيما كريما، أكرمنا يا الله. اللهم إنا نستودعك الموصنة، أهلها وأبناها، شيبها وشبابها، نساءها ورجالها، أرضها وسماءها، ماءها وهواءها وكهرباءها. احفظها يا رب وسائر القرى ومدن المسلمين. احفظها من هذا الوباء، احفظها من هذا الداء، احفظها من هذا البلاء، أنه لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله عدد العادون وجاره، ورزونا الله مجيرا، رزونا الله مجيرا، رزونا الله مجيرا. أجرنا مما نزل بنا يا الله، لا تطردنا من رحابك يا الله. إلهي أغلقت الملوك وأبوابها، وبابك مفتوح للسائل والمحروم. إن تردنا فلا حول ولا قوة إلا بك، حاشاك أن تطردنا، فأنت الله وأنت الرحمن وأنت الرحيم. انظر إلينا نظرة رحمة يا الله، نظرة رحمة يا الله، رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعفنا وتحفظ بها غائبنا وترد لنا مساجدنا وترد لنا خطبنا وترد لنا مواعظنا وترد لنا جمعنا يا الله. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا دليل الحائرين، لا تطردنا عن بابك مطرودين ولا خائبين. اللهم استجب لنا كما وعدتنا يا الله. آمين اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم صل عليه وعلى آله أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع المجيب، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الكريم. اللهم يا حبيبنا يا ربنا يا مولانا، ما لنا ربا سواك، ما لنا ملجا الا اللهم توكلنا عليك، فلا تكلنا الى انفسنا ولا تكلنا الى غيرك طرفه عين، ولا ادنى من ذلك يا الله. اللهم انت ربنا، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك ربنا من شر ما صنعنا، نبوء لك بذنوبنا واغفرها لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا، ونبوء لك بنعمتك علينا يا ذا النعم، يا من لا تعد نعمه ولا تحصى. اللهم صل وسلم وجد وبارك وأنعم على الحبيب المصطفى الذي أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه دائما وأبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أتباع محمد، اللهم اجعلنا من العاملين بسنة محمد، اللهم اجعلنا من المهتدين بهدي محمد، اللهم اجعلنا من المحشورين تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم أوردنا حوضه يا أكرم الأكرمين، اللهم اسقنا من يده الشريفة من حوض كوثره شربة لا نظمأ بعدها حتى تدخلنا مدخله في مستقر رحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا أنت مولانا وأنت ولينا وأنت خالقنا وبارئنا، اللهم ادفع عنا يا الله، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، لا يرفعه ولا يكشفه عنا سواك، يا من قلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم عليه، اللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، اللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، اللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، آمين اللهم آمين، آمين اللهم آمين، آمين اللهم آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وقرة عيوننا وقائلنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. آمين آمين. لا أرضى بواحدة ويرحم الله عبدا قال آمين. 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 آمين.